وضابط عراقي خرط من فترة الشباب في أهم الأحداث العسكرية والسياسية، وقاتل ضد الخلافة العثمانية في أواخر أيامها، وشهد تأسيس الدولتين العراقية والسورية. وبسبب دهاء السياسي سموه ثعلب السياسة. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى راح لسوريا بمعية الملك فيصل الأول حتى يبنون الدولة السورية الحديثة، لكن المتغيرات الدولية والإقليمية خلتهم يجون للعراق. استطاع نور السعيد أن يشارك في تأسيس دولة ملكية في العراق كانت بذاك الوقت تحت الانتداب البريطاني، ثم من أجل أن يعزز دعائم الحكم الملكي وقع معاهدات مع البريطانيين كانت تقضي بإعطائهم امتيازات نفطية وتأسيس كم قاعدة عسكرية في العراق. بعد الوفاة المريبة للملك فيصل الأول بسويسرا انتقل الحكم إلى ابن غازي اللي كان جل اهتمامه قيادة السيارات. بهالفترة قاد اللواء بكر صدقي انقلاب عسكري ضد الحكومة وتسلم زمام الحكم، وعلى أثر هذا الانقلاب هرب نوري سعيد من العراق، لكن الحكم الانقلابي ما استمر حتى سنة واحدة. وبعد مقتل الملك غازي في حادث سير مريب انتقل العرش إلى فيصل الثاني اللي كان عمره بوقتها 4 سنوات فقط. عبد الإله خال الملك صار الوصي على العرش، ونوري السعيد سلم منصب رئاسة الوزراء. مشت الأمور على مرام عبد الإله ونوري السعيد لفترة من الزمن، إلى أن قام رشيد عالي الجيلاني بانقلاب عسكري. هذه المرة أيضاً نوري السعيد هرب من العراق، وبهذا الوقت بادر البريطانيين لمساعدة نوري ورفقائه، وأزاحوا رشيد عالي الجيلاني عن الحكم. من هذه الفترة إلى نهاية العهد الملكي كان منصب رئيس الوزراء يدور بين نوري السعيد ومقربين لبريطانيا. الملفت أن نوري السعيد شكل الحكومة 14 مرة خلال العهد الملكي، واستطاع أن يبرم اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار، وإن كان هذه الاتفاقيات ما فادت بشيء، وانقلاب العسكريين بقيادة عبد الكريم قاسم أطاح بالحكم الملكي. كالمعهود سعى نوري السعيد أن يهرب من البلاد، لكن الجائزة الكبيرة اللي عينها قادة الانقلاب للي يدلي عن مكان اختفاء نوري كانت كفيلة باعتقاله وقتله. دهاء نوري السعيد ما منع الناس اللي كانت تشعر بالحيف والظلم من حكمه من التمثيل بجثته وتقطيعها وسحله في شوارع بغداد.